بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا وحوكب لابنيا آيات اللباسن يستدحاد وصورة النور كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصة وهمي عشر كين آيه ودن بيجي أمس عشر كين هر دمانتي كوحو كتا الصناي إسكي سيدة سنا عائشة الوسمي يسيد إلهي سبحانه وتعالى وبري يلي يددك مؤمنين تاهي وحل لجدون آيه وموقف قولا هاي يسيد مركا عرمت أي خنقتي أي إلهي سبحانه وتعالى نغصة وهمي وإلهي نسير سبحانه وتعالى يسان دارا من بوضع يقال قوة فضلك إلهي أوسيي وحوالها له ومؤمنين وإذنك إذن كمدا إلهي وحوة سعيي إن يسان سيني من قوة قرابدا ومساكين تا ومهاجرين تا هو في سبيل الله سواجري آيات داتية سو نزول كيدا أيان صامرني مركاتوضع يقال سبحانه وتعالى هيسكع فيانو أوها كجي استانو بإلهي دكتار ووحي مركاتي دار أي أمرين هكان نقضانو بإلهي ومجأ لدينا وإلهي الله إنه إذين دافو الله هو غفور رحيم أيوده إلهي سبحانه وتعالى مالك هذا آيات دا سوئي في سود السي سيدنا أبو بكر الصديق يهكى لأو الصحابة وعنا قبتين كسور رغي رجي سقا يبقلي إبكي يا عائشة سقا يبقلي أي مالك في خدار سوحبه لسنسينين آيات مالك في سود جينا دا أسعاب رسول الله وهي هايين داد مروى البوح خير قاسة ووحي كلام توتكتك اي هايين وخيرك جاء لي هايين وإيكسوا الله سين إلهي سبحانه وتعالى وحو هدى عناغو همي عيد عشر كينان وقبل عبان ايو هو وحاوي هاوين كدوستن او عفائستا او قاتلاتك او فاحشدها المانسن او هدنا مؤمناتك وحاوي كجناي سيدة فاحشدها هو وحكتش ايجايو الدنيا آخر بقوة لغول على بينيه هاي الآيات دانو وهي مناسبة أوتها آياتي هاد اللي نكتب بها إني هاي الدد وناسن أو حوي عطيفاتها وينا أو منا عائشة أو عطيفة إذا هذه أو جلنت هاي أو صفوة الذي جري ذات كوبين أبو سي أيا أي نكتب ورني هاد نو حوي وحي كوا سلمي إن مركز بيجين ويا له أيا إلهي كورميا والله إسكيل عليه ذات كله خير كا سمعتي سين الشغل إسكيل عليه الله سبحانه وتعالى إن الذين قوا عيود إلهي يرمون الجنة يود إلهي وزندك جنة يود إلهي المحصنات هوين كعفائفة هود إلهي هوين كدوسنوي الغافلات أو هالمانسان فاحسدة وهوية مرنا بقلب جودة إنه فاحسدة ميان قوة صوت عميش وفعل قوة وقصود عماي هوين كنوع عاصة هود إلهي المؤمنات أو مؤمنات هود إلهي رسول في سرميه كوا جنادة كو جنة ايو حكش ايقا ايو دا الهي لعنو والا لعنة دا كوا صو دا الهي في الدنيا الدنيا دا ايه لغو لعنة دا ايه والآخرة في آخره هدون ايه آخرة دا الهي مهاريه سلقة ايرين مركا هادا افكو انو كبائر او يهي ايه عط ناسان كعط معايا لو عيد الاد ايه خصو عروري ان دادك دارهان دادك اهلو خير كاوح لغش ايقاه واسي ادي ادو فالسماوي ونوب تواوين وكبائر تعيين سميدهين الله مركا يقول سبحانه وتعالى إن الذين كوا يرمون الجنية من جناس جناك الجنية ومثلا بالناس عفيفة زانية دوية وحيابها سليل هذا أما ننك عفيف كواه زاني ليل هذا المحصنات يوم إلهي هو دوستنو الإلهي عفائفة الغاسلات أو هلمان سنفائسة المؤمنات أو مؤمنات كهو إلهي رسول كيس رمي لأنه كوا سوال الله نضو الإلهي حريص إلهي يا اللي قد يريه في الدنيا الدنيا ده حياة ضوء إلهي والآخرة آخره ذاتك وناسا ذاتك وحاس كشي يقعي إلهي يقول الدنيا آخره إلهي نحريصي سا اللي قد يريه ولهم محانا أصبنا ذو أن انت أتكاد على مية عذاب عذاب أيود إلهي عذاب كاسو عظيم أوين عذاب عظيم من إسرائيس ليه نور إلهي يوم ما لن أيا عذاب عظيم أصبنا ذو إلهي يوم ما لن أيا عذاب عظيم أصبنا ذو تشد أي قمر خاتك عيسو عليهم قرفوضوا الإلهي ألسنتهم عربيات صوروا يو أيديهم قمعهادوا يو أرجلهم لغهادوا
بما في كانوا أي هذا يعملون في عمل صلاة أو قول يفعل أوي وما لن تقيامي وي هو يرسل يودع ياكم أرسل تسعيس ما لن تقيامي يوم ما لن أي عداد عظيم أصل نارو إلهي تشد أيكم أرسل تسعيس ألسنتهم عربيا الخوضوا إلهي تشد عليهم فرقوا أيكم أرسل تسعيان ألسنتهم عربيا الخوضوا إلهي عرب كود يكون مخاطي كعاج يو ايديهم جمع هذا والإلهي يو ارجلهم لغة هذا هذه هذا اللسان كو عوية او بين شيئان وقال لحيريا مركاتات جوارح لك عليكم مرهاتك عيسى وإلهي واطول هاي اليوم نختم على أخوائهم وتكلمنا ايديهم وتشد ارجلهم بما كانوا يخشمون مركا الله وحو الله سبحانه وتعالى انت اعطاكم مرهاتك عيسى لما في كانوا يا هذين يعملون في عمل صلاة او قول او فعل ارنتا اسمو حيلا عيسى مارنتا قيامه يوم اذن مارنتا صوت الهي سبحانه وتعالى يوصيهم الله الله وعوصر اياه دينهم جزهودوا الالهي الحق او حق يوم اذن مارنتا صوت يوم القيامة او وحوي جوارح لكم خاصة عيسى يوصيهم الله الله وعوصر اياه دينهم دين كل جزهودوا الالهي الحق او حق يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم جزيئه واجبك يعلقوا فينا ويعلمون وحينا أغانيا أن الله قال هو قال الحق مثل حق إنه يهي المبين أوحد إلهي إنه حق يهي عليه أي إنكير جرين ووحوي أي أسريد يهي جرين إنه الله حق يهي أي أغانيا ويعلمون وحي أغانيا أنه إلهي سبحانه وتعالى أن الله قال هو الحق الله حق إنه يهي المبين هو عدوه حيث حقق الله به إلهي وحو الحق وكوين كؤغين أيان إلهي وحو حقيتين أيان جسيه أو وحوي أي سكيب جرين أجيب مرتي جورين إن الأبال مرين أي سكيب سقبين سكيب أي قبين أي إلهي ما لم تقيامه وحبين أيان أو إلهي سبحانه وتعالى وحقيتين أيان وعاكمين قلوا إنكاس عبد الله هو ابن الصلاة المناسب هو إنه هذا محصنات كميسة وحالي رواء أزواج النبي عليه نبيها وينكيسة صلى الله عليه وسلم وإيه معايا لا أيها وحاوية قد السودة لمشي يجب عليه فوبلوا مشي يجب عليه بس وحاوية قد السودة لحشيغانة ورد أول كيدة وحا الله سيغي فوبوي غير سودة إلهي الحور سبحانه وتعالى أن الله الله إلهي غير غانيا هو الحق عليه حق إنه المغين أحد إنه يساسي أغانيا الخبيثات يوم إلهي هو ينكح حمود إلهي للخبيثين من منكح حمي أصب نارين والخبيثون من منكح حمود إلهي للخبيثات هو ينكح حمي أصب نارين والضيبات هو ينكح وناسنود إلهي للضيبين من منكح وناسنود أصب نارين والضيبون لمن كواناسا للضيبات هوين كواناسا يؤثقنا ذين أولئك قوى صود إلهي أو ضيبون إيا ضيباته وهوين إيا رقها إلا عاسئي وحاسم إذا صفوان مبرؤون وإلا جبري إلي مما كي يقولون أي قول عيان قوى خبيثين تاو رقي هوين لبا لهم بحان أثقنا ذود إلهي ضيبين تيا ضيباتك مقصرة ناصدود إلهي هي وحسب حسب حسب جاسو كريم وناسا إلهي سبحانه وتعالى وحال في بي يا بك وناساي ومركز إفتز الوسميين مركز هذا الخبيثات للخبيثين دانو آيادة تنوى هذا المستعنى فهو الصبالي وحال ناسان لوكياني إن بلا أدى عائشة با عائشة إني بري كتاي أرنتاز رأت كايو إن لفوال فمايو بك وحاوي أرنتاز كهب لي وإفتغاث عائشة كسميه معنوه هو حوية مجالسة مجالسة وحالي وحي كميتة الدواء والإنضمام مالي ذاتك وحوية إسو تزيسه وحي كميتة وحيابها كيراية إلا إسو ضمان بركة وحالي وقفك خبيثك مستقى يا ليلي إنه أضم أو أدواله أو جعل دقية جنسي وحن جنسي يسعين معايا لقفك خبيثك هاتن قفك حموج عليه قفك حن صاحب صاحبك حن صاحبك حموج عليه وهذا قفك وناسن قف وناسبو جعليا وقفك وحاوية مركي يسجعلان ايام وهي يسكج علادان قد وحي يسكج علادان قمانت يسكج علادان قد نو حاوية وهي يسكج علادان خير سيسكج علادان ومحايلة
dad wanaagsan markay yihiin wanaaggaas ayaa inay isticlaadaan ayaa keenaya. dadka xusuna waxa weeye inay isticlaadaan xumaanta ay ku jiraan ayaa keenaysa. warakii ay yidhaahdeen carabtoo kale weeye wakullu inaa'in biladii fiihi yunazzi yidhaahdeen, weel walba wuxuu ku jira ayuu ku bislaadahay yidhaahdeen. oo hadda masalanba waxa weeye dherigan haddii wax ku jiraan wuxuu ku jira ayaa ku bislaanaya, haddii dab la saaro wuxuu ku jiraa bislaanaya, haddii digiro ku jirto digiraa ku bislaanaya, masaga adeegu masaga wey, haddii hilib ku jiro hilibaa ku bislaanaya, waa saas weeye. marka hadda qofki wanaagsan qof wanaagsan ayaa markaasaa asaga munaasabkiisa maxabadiisuna kaasay gelaysaa, qofka khabiiska ahoo xunne qof khabiisa ayaa maxabadiisu gelaysaa, saasaa laga wada haalayay. dadka hadda marka been abuurka lagu sameynayay dad ilaahay subxaanahu watacaala uu dahiray weeye, kuwa markaasi xumaanta sameynaya kuwa xun bay ahaayeen. marka hadda waxaa ilaahay uu ka wadaa subxaanahu watacaala, waxaa la beri yeelayaa caaisho iyo maaragtay safwaan weeye. haddana caaisho waxa weeye rasuulkeena u dhexday calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay khalqigiisa tii uu khayr badnaay ah, rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaan khayr lahayn maba soo gelayaanba. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alkhabiisaat yowdha ilaahay, naagaha xusunowdha ilaahay, lilkhabiisiina nimanka xumay u sugnaadeen. oo naagaha khabiisaadka oo macnaha zinada iyo maaragtay dhaqan xumada qaba waxay munaasab u yihiin weeye nimanka xusun oo sidoodoo kala weeye. walkhabiisuunowdha ilaahay nimanka xusun ayagana lilkhabiisaati naagaha xumay u sugnaadeen. wadayibaatu naagaha wanwanaagsanowdha ilaahay naagaha dayibaadka lidayibiina nimanka wanaagsanay u sugnaadeen. hadda waxaa la ishaaraya rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam iyo caaishaa la ishaaraya, maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam markii uu ahaaday adyabu dayibiin waxaa meeshaas ka cadaanaya in caaisha iyaduna ay tahay min adyabi dayibaad weeye, naagaha wanaagsan midda u wanaagsan inay tahay iyaduna. maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam mar haddii hore adyabu dayibiin uu yahay, caaishana markaa zawjadiisa ay tahay, zawjadiisi sida ay ku noqotay iyaduna adyabu dayibaaday tahay, maxaa yeele saas ayay ku wanaagsan tahay weeye. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala wadayibuuna nimanka wan wanaagsanowdha ilaahay lidayibaati naagaha wanaagsanay u sugnaadeen. nin baad u kira weeye macnaha waxaa laga wadaa ayu laa'iqu lilkhabiisi misla, midka khabiiska waxaa laa'iq u ahoo ku haboon mid asagoo kala, wabidayibi misla, midka wanaagsane mid dayiba oo sidiisoo kala ayaa ku haboon weeye, oo dadku sidaasay ka yihiin macnaha, saasaa laga wada haalaya. culamada qaarkood waxay ku fasireen alkhabiisaatu kelimaadka xusun, hadallada xusun weeye, lilkhabiisiina dadka xusumay u sugnaadeen, walkhabiisuuna dadka xusunne waxaa u sugnaaday lilkhabiisaati kelimaadka xusun, wadayibaatu kelimaadka u wanaagsane lidayibiina dadka wanaagsani u sugnaadeen, wadayibuuna dadka wanaagsane lidayibaati kelimaadka wanaagsan u sugnaadeen. saasna waa lagu fasiraa marka sida aad doontaa dhihi kartaa, laakiin tafsiirku ka hore ayaa markaasaa loo badan yahay. maxaa yeele waxau ishaaraya sabab nusuulka aayadaha ayuu ishaaraya kaas, ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay dayibiinta iyo dayibuunta iyo dayibaadka weeye min annisaa'i weeye waxaa kamida caaisha iyo safwaan masalan ayaa kamida weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala mubara'uuna waa kuwa laga biri yeelowdha ilaahay mimaa yaquuluuna waxay ku qoolaan kuwa khabiisiinta iyo khabiisaadka weeye oo haweenkaa weeye, lahum waxaana u sugnaadowdha ilaahay dayibiinta iyo dayibaadka makfiratun dhaafidowdha ilaahay iyo warisqun risqi, risqigaasuo kariimun oo wanaagsan. risqi kariima haddii qur-aanka lagu sheego waxa weeye jannada ayaa loola jeedaa ayuu dhahay mufasirku weyn oo qordadu, marka waxa weeye janna wanaagsan ayay iska leeyihiin. caaisha marka waxaa la yidhi waxay ku faani jirtaa ashyaa oo dhowra, waxaa kamid a in la abuuray annahaa khuliqa dayiba iyadoo dayibaha la abuuray, haddana makfiro ayaa loo yaboohay iyo risqi oo kariima, waxyaabahaasay ku faani jirtaa la yidhi. maxaa yeele waxay udhahaysa hadalkaasne taxadusan binicmati illahi subxaanahu watacaala weeye, maxaa yeele waxaa la wariyey axaadiisa saxiixa soo hore sida bukhaariga, caaisha waxaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam suuradeeda ayaa loo keenay qabla intaysa isguursanin iyadoo xariir ku dhex jirta, markaas waxaana u keenay say jibriil
مركز سوسي جهيل هاوداي هذه زوجتك يوضح هذه زوجتك تنوى زوج جلال يقول هذه زوجتك عن إلهي تنوى زوج جلال أمير أيضا حريق جسد أي الله كان رسول كان عليه الصلاة والسلام في جهيل أي نبي عليه الصلاة والسلام منام أبوك يعني أخو يضع عن بيضا نهب حق ويو أيضا مركز سواح وكسوقين كرمجه وأنا كذلك لو ريالي إن سورة هذا الله كان رسولك عليه الصلاة والسلام أيضا سيد جهيل على عشيس كفر له وعاك الله سيجالي نبي جانا عليه الصلاة والسلام لما يتزود ذكرا غيرها ناك بكارا هو أيضا عن هي نبي مجو سنداليه رسول كان عليه الصلاة والسلام والله تبلوضوه هو حالك قادا لي أصدقى هو ضبطي على كل جيسان لي ويعائسة ضبطي على إخوة إيسو أبدأوا حوية ما لمت أيضا كل خيال وهايو نوبدي لأيساي أيضا أيساوي أبدأنا رسول كان عليه الصلاة والسلام بيت عائسة أيها الوجود ويو هذا قطق نبيا نوكيا عليه الصلاة والسلام أبدأوا حالي لوحي بأيا نبي خسور دي جري أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من إيسا واللحاق كمرضة إله كتنتهي هذا هو حوية براءة عائشة سمري كسوة دستي براءة مارسة يا سمري كسوة دستي إلهي يا من فوق سعنسي هذا كبير يا رقراء إلهي كسوة دستي هذا هو حوية وابنة الصديق وي سيدنا أبو بكر الصديق جبليسي خليفة رسولك عليه السلام وي هذا هو حوية أيضا طيباء يا العبوري وعال الله يبوها المغسر تسي كريم يا الله يبوها وهو دعي مفسر كوين وقردوه ليرادو بعض اهل التحقيق وحيث يجان ويجراد ان يوصف نبي الله يوصف عليه السلام مركي وحاوي فاعشد الوقن ايون ناسي سلي خلال ايه جري سورة يوصف انصو مرنئي فقن تي الهي وحوك بري يالي سبي اللسان كيسا سلم يراق عرقو صاروه ان كان قميسه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين عقوة تمسو مريني مريم نو حاليري مركي الوقن فاحسدا إلهي سبحانه وتعالى أيا ولد كذا عيسى عليه السلام أيا الوبري يالي ولد كذا عيسى عليه السلام أيا الوبري يالي عائسة نو حاليري مركي فاحسدا الوقن إلهي يا دري يالي خوف دري يالي فلو في رسمك إلهي مركي أولا مركي حالي نقول عائسة إن مركي سبي أبري يالي هي حتى وحوية النبي حتى إلا الله سبحانه وتعالى كلام كيسة فأوغى بريه لقدر فيه بوسانة الوسمين مركة وحيابه وأوين أو الدقيقات أو آدي آد مالك يعوي عجيبا أيام يحساس كل جراه وحاوية مركة سيئة عجيب له أمنا عائشة إلهي سبحانه وتعالى ثلاث وين وكثيه يا أيها الذين دول كامنوه وما ينو لا تدخلوا هجرين أو الإلهي بيوتا قريه أو غير بيوتكم قريهين غير قولا حتى تستعنتو انت تسئلا ويدين ايسان هو تسلم اتكسلان ايسان على اهلها لسيدة وليه اذن لهينا انت تسلم ايسان تسئلا ويدين ايسان ايسجلنا ذلكم فينا اصلا خير لكم اذن خير بضنو الهي انا اصلا قسائلا العنوي لعلكم احد من ملنتين تذكرون اعد وان سنتانو الهي سبحانه وتعالى الهي ذور سبحانه وتعالى يا ايها الذين دولك عمنوه مينو لا تدخلوا هجرنا بيوتا قريه أو غير بيوتكم قريهين غير كذا قريهين قريان هين هي سجن الإلهي حتى تستعنتوا انت تسئلا ويدينا سان وتسلموا على أهلها أهل كذا السلام يسين لكن هذا هو استئذانك إيه سلامته وحاه غاية وهو دانو ترتيب كين ميسيه سلامته غاية إلى حديث الحياة الصورة هو مثلا بوحادة السلام عليكم أنا أدخل مركا سلامتا أنا أدخل أم لا أما أبطو مالك أدمتوا كليا إذا حديثك صحيحة لوريه صافي يا الله بس إن طلق ليسير هالربع أي الذي يوي إلهي سبحانه وتعالى مرفو صوته أحكام العفاف بس جملة العفاف وحاكم لها ليه أو صنانته إما ما يجل غير قريدة ليه إنه ليسجن إلا إذا ما هنا وضبك لها إذا فور إلا ذهر ما هنا بس هذا ما يستئذانك أيها لسيجيا أرنتك عرفتها ليه فولزوك آيات دعنا وحوة هيدا ليه أوين أو هير أنصار هذا أيها وحيثي إلهي رسول فيه سيوه أنه وحان أهانا يا جور قيبة حالبانا قصونا أنا يا أنا نجعلين إنه أحد إهو أرقاء والد كي إهو أرقاء أنا نجعلين إير كي إهو أرقاء أنا نجعلين بس أعضها يا إمانا وإيسو قيلة يا
waa imaanay wiilkaa ii soo gelaya, marka waxa weeye nin ahalkayga ah ii soo gelaya, anoo xaaladaas ku sugan, waanay dhibaysaa mar waxaa jirtaa in laysoo galo anaan ogolaynoo xaalad aan ku sugana. Markaasa ayaddan soo degtaa la yidhi. Marka istidaankaa saasaa laabud ah in loo sameeyo, maxaa yeele aadaabta islaamka ay ka mid tahay. Hooji dalab in la yidhahdo sida dadka qaarkiis jahaalada ah looma baahno, oo markuu hooji leeyahay gurub waa dhex taagan yahay. lacallakum inaa tadakaruuna aad waansantaan ay dalikum fii naasaa khayrun lakum in khayr bayn dukhuul hooji gayri istidaan. Maxaa yeele istidaanka sida nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam, waxaa loo yeelay inaan markaasi waxa weeye awrada dadka aan la arag. Maxaa yeele haddii qofkii gurubi dalab iska soo yidhaahdo, waxaa dhici karaysa in dadki markaasi cawradiisi indha ay qabatay ku dhacdo. taasaa marka la diidayaa weeye. buyuud oo markaasi gurihiina aan ahayn aa la yidhi, qofku asaga gurigiisa hadday tahay, waxa weeye haddee qofkii asagu mahad isku qaawiya oo markaasi meesha ina yimaada meelo kale ka yimide isku qaawiya, dembigaa asagaa iskale. waxaa jira dad oo guri ayaga khaas aan u ahaynin oo masalan ama la wada degan yahay, ayagu isku qaawinaye markii iridda laga soo gala kabacdi ururdaayo haweenku ugu badan yihiin. waxyaabahaas markaasi haweenkaas oo waxa weeye mutabarijaatkaahu dambiilayaal weeye. waxa weeye waxaa loo baahan yahay meelaa adiga khaali kuu ahayn oodan goon u lahaynin, inaadan isku qaawin oodan dharkaada iska dhigin ayaa loo baahan yahay. haddii kalentood waxay noqonaysaa iskustus iyo macnaha hallaydin arka weeye waxaas oo kalentood. wax diinta islaamka ogoshahay maahan. mar dhowna aayadahaas waanu ku tegaynaa haweenka markaasi waxa weeye cawradooda mar dhow waanu ku tegi rabnaa. failam tajiduu haddaydaan helin ow dhaylahay fiiha buyuuddaas dhexdeeda axadan axad aadan ka helina, waxa weeye qof idiin idantaba waa weyseynba. failam tajiduu haddaydaan helina fiiha buyuuddaas axadan axad ow dhaylahay falaa tadkhuluuha aljanna. oo masalanba waxa weeye assalaamu calaykum aad ku yaad waad ku celisay ilaa saddex markaad gaasiisay wax gurigu soo gal ku yidhaha ma aragti. meeshaan waxa weeye lagaama soo gal gumala iska gal ma dhihiysa, waa ka joogsanaysaa weye, waa ka tegaysaa. inaad adigu haddana sii fiirfiirisan xaq umalihid weye, inaad sii fiirfiirisa gurigi xaq umalihid mar hadduusan gurigaa gurigaada ma aha inaad fiir haddii lagu idmi waa wax ku imaad weyso waad ka noqonaysaa. failam tajiduu haddaydaan helina, maxaa yeele waxaa dhici karta xaalad oo lagugu idmi waayo in lagu sugan yahay dhici karta, marka inaad sii galgasho ma aha. failam tajiduu haddaydaan helina fiiha buyuuddaas gudihaas dhexdooda axadan axadow dhaylahay falaa tadkhuluuhaa jannow dhaylahay xataa yuudana lakum intii laydinkaga idmaayo, intii laydinkaga idmaayo. wain qiila lakum haddii laydin yidhaahda istidaan bacdigiisa, markaa idan weydiiseen ka bacdi irjicuu laabta marka laydin dhahane, irjicuu laabta, irjicuu laabta u dhaylahay. huwa kaas oo rujuuca ayaa askaa khayr badan lakum idinka, wuxuu ka khayr badan yahay in albaabka dhinaciisa fadhiisato, guri ka laaba lugin inaad albaabka ka fadhido waxa weeye wax wanaagsan maaha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain qiila lakum haddii laydin yidhaahda irjicuu laabta, farjicuu laabta u ilaahay, huwa kaas ayaa askaa lakum idin khayr badan u ilaahay. wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan oo dukhuulka idanka iyo markaasi idan la-aantaa caliimun caliiku cilmi la weeye ilaahay subxaanahu watacaala waan idinku jaasinayaa. wallahu alla un ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun caliiku cilmila weeye alla subxaanahu watacaala waana idinku jaasinayaa. laysa calaykum gorkiina ma aanow dhaylahay an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo buyuuddaasoo gayra maskuunatin kuwa la askunsan yahay gayrkoodaasi ayuu dhaylahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laysa calaykum gorkiina ma aan junaaxun dembi an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan buyuud buyuuddaasoo gayra maskuunatin mid la askunsan yahay gayrkeeda ahu dhaylahay. aayaddan iyadana waxa weeye waxaasa nusuulkeeda eeday sayidina abubakar sidiiq radi allahu canhu ayaa aayaddii hadda aanu soo marayna markay soo degtay ayuu wuxuu dhahay ilahi rasuulkiisiyow kayfa bilbuyuuti allatii bayna makata washaam calaa dahri dariiq waalkhaanaat, waa u dhahay rasuulku ilaahayow ka waran guryaha oo maka iyo shaam u dhexeeya markaan la safraayo wadooyadaan la sii maraayo iyo dukaamanka ku yaala miyaanan ma gelaynaa ha u dhahay idan la-aan mase idamaan ku gelaynaa. marka aayaddan soo degtay marka hadda guryaha waxa weeye guryo oo si khaasa loo degan yahay haddaysan ahayn oo maqaayadaha iyo bakaarada iyo meelaha waxa weeye wax lagu gadaayo wax lagu iibinaayo oo sidaas oo looga jideeyaba in cid walba soo gasay albaabada u furan yihiin waxba idan weydiimaysitaas
سلامت سعاد وايوها ضد مسلمين بعد دي جوغا إلا سلامة الوضع هيا لكن إذن إذن ويديسي سمجي سمحايا لا إذن بمركز من الخاصة مع النشاط الله مركز يقولي سبحانه وتعالى ليس عليكم قرسينا مع جناح جنبي أن تدخلوا إنا بقسام بيوت القريو هو بغير مسكونة كل الدجنها غير سودة فيها عيلة الإحلاذنة متاع المتاع المنفعوية ولكم إنك إنسو ناس وعوية قولي ما الدجا هواي هو متاعه التالب يوحى سلم يوقف هذا الجراء هي بيت بيت ربه بيت الخانات خانات في دكانات وهي وجزتك بنا يا سودة لك يا لي فهيالله أعطاك من الوي جنبي كنتين موضي والله الله يعلم وأسوية ما تبدون واحد موجين إيسان يو ما تصمون واحد قريسان إلهي وأبي هوي ومركا سوى حالة قوضة في دخول غير بيوتهم ولهين بيك ومركا يجلي سوى حالة كجل إلهي وأبي هنا السلاح وقصد يسين هي السلاح العنوي وعن رأي ما دونت هذه الجل أيام بريهودة هنا نفسه للسلام أيام آياده أودا بيسو ردة أيا إلهي بأوكين دوناتا قلوا حاوتي رهود إلهي للمؤمنين أن منك مؤمنينك يقولوا هلا بانا من أبصار أرجع القول وحكتوا الله بانا ويحفظوها إفليان فريدهم في الجياسورة وحان حلالو أهيني ذلك كاف أيا خير أذكى وخير بضن لهم أيضا إلهي إن الله ألنا خبير ألي عالم كأهوي بما يسمعون وحي سنعين آيان إلهي يقول سبحانه وتعالى قلوا حاوتي رسيك محمد تولي المؤمنين المؤمنين ما كان حالة يقول جليا أحكام أو عمم يسا ذاتك المستأذنين تولي ويدينا يقيف فودا ووحى لوبا هيا إسا إن الله وحيابها محارم تالغا صلى الله مركا وحاوت رود إلهي مؤمنين حتى الله بانو تقلوا أبطاركم إذا مقول غوك يا محروفة يقول له ويسا صلى الله من أبطارهم أرى قولي وحكا صلى الله بيا وحان حالوا إن بالغا نحل إسوا ذا قد سماعي ويحفظوا حفظ يعني فروجهم في الجياء صلى الله إلهي وحان إلهي حلالو قد جن ذلك كاسا أجسى أخير بل اللهم أيضا إن الله ألا خبير عليه عالم كهوي بما يصنعون وحي صنعين عيان هو أبطار في فروس يقص ما يجي وفجع سنيا بعشر كان إنت سوق أبيع ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.